التحق بصفوف الجيش مبكرا، كان من المساعدين تاع السي محمد بوذياف ربي يرحمه في اقتنال الأسلحة وكل المواد والأجهزة اللي تحتاج والأدوات اللي كان يحتاج لها الجيش، ثم استمر في هذه النشاطات خدمة للثورة وللجيش فيما يخص الأسلحة، ووصل حتى درجة إلا افتح بعض المصانع لتصنيع الأسلحة. نتعامل ensemble les années 57 t'es mon responsable dans le Malg. هذه الله يرحمه. Hein? C'est un brave type, très compétent. Il a travaillé, il était directeur de fabrication d'armement. سي منصور اللي كان في بين ثورة التحرير الوطني، كان ضابط جيش التحرير الوطني، كان مع سي مبروك يعني في المالك، وقدم ما عليه، ثم كذلك شارك في البناء والتشييد. والشيء المفرح هو خلى يعني بعض الكتب حول ثورة التحرير الوطني وحول مساره النضالي. Thank you.